أحيك بألف خير. أخبار الشتاء إيه يا دكتور؟ إحنا خلاص بدأنا البداية الرسمية لفصل الشتاء الأربع الماضي 21 ديسمبر، وبدأت كمان درجات الحرارة تنخفض، بدأنا نحس بانخفاض درجات الحرارة، بدأت كمان الأمطار موجودة بشكل كبير على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد. يمكن إحنا بالأمس شهدنا سقوط الأمطار اللي كان متفاوت الشدة على المحافظات السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، وصلت كمان الأمطار للقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد. احنا طبعا خلال هذه الايام بنتاثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وايضا وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط بيعملوا على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فبتحجب جزء من اشعه الشمس، فبنحس بانخفاض درجات الحراره. كمان الكتل الهوائيه قادمه من جنوب اوروبا منخفضه بدرجات حرارتها، فبتخلينا نحس بانخفاض درجات الحراره. بنسجل دلوقتي درجات حراره على القاهره الكبرى 19 درجه مئويه خلال فتره النهار، خلال فترات الليل ما بين ال 13 وال 15، يعني احنا بنحس بالطقس الشتوي واللطيف في فتره النهار، البارد خلال فترات الليل وخاصه خلال الساعات الليل المتاخره والصباح الباكر، والاجواء الشتويه دي ان شاء الله متوقع ان هي تكمل معانا على مدار الاسبوع كله، يعني متوسط درجات الحراره على القاهره الكبرى ما بين ال 18 وال 20 درجه مئويه فتره النهار، فترات الليل ما بين ال 12 وال 14 درجه مئويه، فاحنا مستمرين في انخفاض درجات الحراره على مدار هذا الاسبوع ان شاء الله. كمان فرص الامطار يمكن هي اليوم هتبقى موجوده بشكل كبير على سواحلنا الشماليه، وتحديدا في مطروح والاسكندريه، وبدات بالفعل خلال ساعات الصباح على محافظه الاسكندريه. الامطار اليوم هتكون امطار متوسطه على اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، يعني طبعا مطروح، الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. كمان الامطار هتمتد لبعض المناطق من خليج السويس، بعض المناطق من سينا، مدن القناة. ده اليوم، والأمطار دايما بيكون على فترات متقطعة من اليوم. غدا إن شاء الله متوقع أن الأمطار دي تمتد كمان للمناطق الداخلية، يعني غدا متوقع امتداد الأمطار ذات الوجه البحري أو جنوب الوجه البحري، قد تصل كمان للقاهرة الكبرى. كميات الأمطار بتختلف شدتها من منطقة للثانية، يعني في بعض المناطق ممكن تكون عليها الأمطار خفيفة، بعض المناطق أمطار متوسطة، لكن مجمل الأمطار على المناطق الشماليه متوسطه الى خفيفه في بعض الاماكن. ومستمره لامتى بقى يا دكتور؟ يعني حضرتك بتقولي احنا لاخر الاسبوع الجو شتوي، كمان الامطار مستمره معانا شويه؟ الامطار مكمله معانا ان شاء الله لحد يوم الاثنين، يمكن يوم الاثنين يمكن تنحصر في شمال البلاد اكثر او في السواحل الشماليه اكثر. من يوم الثلاثاء ان شاء الله تبدا يعني استقرار في الاحوال الجويه تدريجيا، الامطار تتلاشى، لكن هيكون بقى الظاهره الجويه من يوم الثلاثاء المؤثره بشكل كبير هي الشبوره المائيه. هتتكون شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. كمان الشبوره المائيه في فصل الشتاء كثافتها بتزيد بشكل كبير، فبدات تاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه، فاحنا مهم جدا ان احنا لازم نتابع النشرات الجويه دايما قبل ما نخرج من البيت عشان نعرف الظواهر الجويه المختلفه الموجوده اللي هتاثر علينا، نعرف كثافه الشبوره عامله ازاي. الشبوره المائيه الكثيفه دايما بتكون في الساعات المتاخره من الليل، يعني تقريبا 3 4 الفجر، وبتستمر معانا حتى سطوع اشعه الشمس، فاحنا مهم جدا مع اي ظاهره جويه بتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه، لان الامطار كمان بتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه، القياده بهدوء تام على الطرق، نتبع كافه تعليمات المرور، خلاص بنرتدي ملابس شتويه خلال فتره النهار وفتره الليل، كمان فترات الليل المتاخره والصباح الباكر هيكون ملابس شتويه ثقيله او معانا جاكيت لو حسينا اكثر بانخفاض درجات الحراره بنفسه. شكرا لحضرتك يا دكتور، وان شاء الله يعني ايه كله يتقل زي ما قال الدكتور منار علشان نتجنب بقى نزلات البرد في تغيير الجو دي، فما نخففش ونتقل. بشكر حضرتك دكتور منار.